في الكرة العرضية من رمية التماس توصل على القائم البعيد، ولكن التشتيت من مروان حمدي ترجع تاني سكندرية على مرتين. اياد المرة دي اللي يلعبها لياو النور، سباق سرعة سباق سرعة، ياو النور يدوس على الكرة ويعدي ويفوت وكأنه كارلوس، عدى عدى يدخل جوه 18 وحكم اللقاء مدي بينالتي على شبانة، بينالتي بصالح الاسماعيلي. خمس دقايق من نار، خمس دقايق من السمسمية، النادي الاسماعيلي يضغط بشكل كبير على الاتحاد السكندري اللي حاول يرجع، لكن الاسماعيلي عمل فاست بريك، عمل كاونتر اتاك، قول عليها زي ما انت عايز تقول. يروح ياو النور يطلع بشكل رائع في الكرة الاولى من احمد غنيم، التانية شبانة يعمل تاكلينج بشكل خاطئ. بص الكرة دي، بص الكرة دي، دخل على رجله، دخل على رجله بركبته الشمال، بنوصف الصورة، بص الركبة الشمال لشبانة، دخل على رجل ياو النور والتوجولي يتسبب في بينالتي. ضربة الجزاء العشرة هذا الأسبوع، عفوا في الدوري حتى الآن. حمدي النجاز، حمدي النجاز، هل تكون الفرحة الإسماعيلوية الأولى؟ النجاز والمهدي سليمان والكل بره 18 والقوس، مباراة تونسية مصرية بين حمدي والمهدي، حمدي والمهدي، النجاز وسليمان. يا ولد يا ولد، حمدي النجاز يسجل أول فرحة إسماعيلوية، الهدف الأول بعد مرور سبع دقايق، وسجدة شكر للكابتن إيهاب جلال. حلوة حلوة حلوة، يحطها بمعلمة، يحطها هادية على يمين المهدي سليمان اللي طار معاها، لكن الكرة مركونة ركنة معلم، بينالتي للتجولي، خطأ من شبانة، والركنة ركنة النجاز، الركنة ركنة التونسي، والهدف إسماعيلاوي في الدقيقة السبعة. 1-0، وجمهور الاسماعيلي بيقول ولسه، وجمهور الاتحاد هيطالب لاعبته انهم يرجعوا للقاء واحنا مستمتعين. كريم الديب سجل ورجع يحافظ على الهدف النادي الاسماعيلي، ما شفناش هجمات بعد الهدف، شايفين هدوء في الاداء وشايفين هدوء نسبي في المدرجات. خالد الغندور باص بالعافيه، ولكن يرجع محمد عبد السميع يقطعها، عبد السميع حط الكرة على الارض لكن ترجع لخالد الغندور. كريم الديب على الارض عايز يعمل، يا ولد يا ولد يا ولد، على الوان تو، كريم الديب عرضيه توصل لمبلولو، مبلولو يرقص، ممكن يسدد تسديده، يا ولد يا ولد، مبلولو الهداف يتساوى مع بيرسي تاو ويسجل للاتحاد هدف اول وهدف تعادل وهدف ثاني في اللقاء. انما وان تو عالمي، وان تو عالمي، وادي جمهور اسكندريه، النوه السكندريه عاليه، ترد بنوة سكندرية بهدف تاني في اللقاء، والكابتن طارق العشري فرحان. 1-1، بص الوان تو ده، بص وتعلم الوان تو، يا ولد يا ولد يا ولد، من الديب لعيد، كريستوفر يستلم بالشمال ويرقص بالشمال ويفنش باليمين، يفنش باليمين، بص الاستلام الاول، خافوا من البينالتي، ترقيصة لمحمد هاشم، ومن خرم ابرة يسدد على يمين احمد عادل، هدف تاني في اللقاء. 1-1 والماتش يولع، 1-1 والماتش يولع. دي لازم يبقى له دور اكتر من كده عبد الرحمن مجدي، شوف دور خالد الغندور، شوف دور مابولولو في نادي الاتحاد، بتلعب الكره يحاول يعدي، عدى حلو قوي اياد العسلاني، هجمه خطر للدراويش، هجمه خطر تتلعب لا يا عبد الرحمن، لا 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 يا عبد الرحمن، على طول الرد سريع عبد الرحمن مجدي، فيرست تايم في الشبكه، شومه في المرمى، هدف ثالث في اللقاء الاسماعيلي، يولع الماتش ويولع المدرجات مره ثانيه عبد الرحمن مجدي. كوره هايله من ناحيه الشمال يعدي بيها اياد العسلاني ويعمل عرضيه نموذجيه، برازيل مصر، بص يعدي زي اياد، يرفع ويبص ويلعب العرضيه ويخطفها خطف، يخطفها خطف عبد الرحمن مجدي برجله الشمال المميزه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، المهدي سليمان يا دوب يا دوب يحاول يحط ايده، تاخد ايده وتخش، يلعبها حلوه قوي عبد الرحمن مجدي. لسه كنا بنقول لازم يزود دوره شويه، يرد عليا بلمسه ببطن رجله سحريه، الساحر عبد الرحمن مجدي، الساحر الاسماعيلاوي، كوبرفيلد الاسماعيلاوي عبد الرحمن مجدي، يسجل هدف ثالث في اللقاء. مباراه ممتعه حتى الان، والتقدم كلاكيت تاني مره، كلاكيت تاني مرة، انما مقطوع لصالح النادي الاسماعيلي محمد عبد السميع.
في نص الملعب. عمر الساعي لمخلوف، تمريرات قصيرة، مخلوف يفتح لنفسه زاوية التف... يا ولد يا ولد يا ولد، يلعبها لمحمد عبد السميع، يا ونور يطلبها لكن تتلعب لعمر الساعي. عمر الساعي ممكن يردها لعبد السميع اللي بيقول له في المساحة العبها لي، لكن يلعبها لعبد الرحمن مجدي اللي مأخر نفسه. الاوفرلاب موجود لحمدي النجاز، عبد الرحمن مجدي يلعبها للتونسي، حلوة العرضية. حلوة السمسمية، اعزف ومتعني. السمسمية يسجل الهدف الثالث، واحدة من الشمال لعبد الرحمن مجدي والتانية من اليمين. ماركة مين ولا مين؟ عبد الرحمن مجدي ولا اللي مكمل حمدي النجاز ولا يوا النور اللي بيفنش تفنيشة بالكربون الهدف الثاني؟ دي جملة بقى ومتمرنين عليها ولا ايه؟ اكيد طبعا جملة بكتالوج من الكابتن إيهاب جلال. عبد الرحمن مجدي يستنى القطر التونسي، القطر التونسي حمدي النجاز. بص القطر تتلعب له الكورة ويلعب الكرة الأرضية حلوة لياو النور اللي قطع قبل شبانة، خطف شبانة وخطف المهدي سليمان وخطف قلوب الإسماعيلوية بهدف ثالث للدراويش. 3-1